رجل مقبول سبحان الله يقبل كلامه ويعتبر كلامه شعر زين، مثلي انا وابو سليمان هلو احنا مقبولين والله قبول من الله سبحانه. وشوفك كتبت لك كتبت لك لك ابيات هالدفتر الابيض وش كتبت؟ الله يبيض وجهك ويبيض وجه الحاضرين والمشاهدين. يا طويل العمر سبحان الله احنا مرينا اليومين اللي راحت ايام الوفاء وايام الوطن وايام طال عمرك الاشياء الجميله اللي يعني الانسان يفتخر فيها ويرددها والحمد لله رب العالمين اولا واخر. انا خلال اليومين اللي فاتت جتني رساله من انسان عزيز شرواكم ورجل دوله وشيخ قبائل، وكان للرساله مناسبه. حضرنا عند قبائل بلسمر لتتويج وتكريم الشيخ سعيد بن طلاد الدكتور بتعيينه الشيخ لقبائل بلسمر. وعلى كل حال بلسمر جيراننا وكلكم جيراننا واحبابنا، لكن انه ارسل لي رساله والحقيقه انه يعني انا اشكرك يا دكتور سعيد على الكلام الجميل اللي قلته وقبائل وما حصلناه عندكم من كرم ضيافه، وكان يوم جميل بكل ما تعنيه الكلمه. اولا كان يوم يعني تكريم ويوم تتويج ويوم حضور طال عمرك يعني تقريبا اغلب يعني الاعيان والمشايخ بالمنطقه توافدوا على ذلك الكرنفال الجميل، وتوج بحضور امير المنطقه وكان لي الشرف المشاركه في الحفل. فالشيخ سعيد ارسل لي رساله شكر، وانا والله اني اشكرك انت يا دكتور واشكر قبائلك على يعني ما حصل. وانا من رد الرساله ورد الجميل اقول لك والاخوان باسمي واسم اخواننا الحاضرين في المجلس تحيه احترام وتقدير، واهنيك بتنصيب شيخ شمل قبائل بلسمر، واهني بلسمر بك واهنيك بلسمر. الله يوفقك ويصب عليه بالخير. الله يبيض وجهك. وانت نقلت الرساله يا طويل العمر مجلس الوزراء، وما شاء الله تعين طال عمرك عفوا مجلس الشورى وتعين الشيخ قبيل، وهذا اشداد بوه جدانا يعني ما هي لكن توجت بامر ملكي يعني صار شيخ البلسمر ولا هي جديدا على الدعايه. فانا من خلالكم ارسل هذه الرساله وتسمحوا لي يعني. يا لا 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 بسم الله لا إله إلا الله ومحمد رسولنا، بسم الله لا إله إلا الله ومحمد رسولنا، رب ثبتنا على طاعتك وتسمح دروبنا، يا الله انت احفظ ملكنا وشعبنا والديم عز بلادي واسعد آل سعود يا رحمن ميتهم وحيهم، واسعد آل سعود يا رحمن ميتهم وحيهم. يا سلام الله على اللي يكرمون الجار والضيفانا، يا هل القاله يا بلسم مرشي وخو قاده أعيانا، بيرق منصوب من دعوى رجال الحجر ونعم لا بدوا في شانا، وعلى الدكتور شيخ الشمل بن دعيا طويل ايمانا. يا سلام الله على شيخان بلسمر مع النواب والعيانا، يا سلام الله على شيخان بلسمر مع النواب والعيانا، قلتها عن قيف بلح مر وربعي داعي البجادة، يا سلام الله على يا سلام الله على ابني كثير وبيض الله وجهكم يا أسرة الجرمانة، قلتها عن قيف بالأحمر وربعي داعي البجادة، جاتنا دعوة كريمة وانتشرف يوم لبينا لها، واختصرنا في العدد ما جاكم إلا حضرة النواب، واختصرنا في العدد ما جاكم إلا حضرة النواب. ابن مشوط أبو حية ابن مغبش وابن شارم عابن عبدان،
نعتبرها من أبرك الساعات وإنها من أجمل اللحظات. هذا موجز علمنا واخبارنا يلي تريد علامة، وانت شرف يوم جينا عندكم يا ربعنا بلسمر. كل بونا صف واحد تحت راية بو فهد سلمان، كل بونا صف واحد تحت راية بو فهد سلمان. يا لا 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 لا. كل بونا صف واحد تحت راية بو فهد سلمان. سلامتكم. صح لسانك يا طويل العمر. أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتبسم. الله يسعد الوجه. وأنت كلامك وكلام أبو نايف بعد المثنى الله يسلم، كله حسن في حسن كم الربيع. طول عمرك إن شاء الله. وما شاء الله تبارك الرحمن، يعني المثنى ما شاء الله تبارك الرحمن، أنا أشوف إنه قدر يلعب على الكلمات شوي. لا والله ما شاء الله. وقدر يبعثرها وقدر يطلع ما شاء الله جمال بجمال تواجده وبجمال حضوره معنا اليوم. وإن شاء الله إن الله سبحانه وتعالى يحقق لك كل